نعم منى، مساء الخير. طبعا المشهد يعني هو مستمر، لا من ناحية الجهود المتواصلة بالنسبة لرجال الوقاية المدنية في انتشال الجثث التي ما تزال تحت الأنقاض بمساعدة بعض البعثات الأجنبية، وأيضا هناك يعني من تم دفنهم من هذه الكارثة. هناك مجموعة من الأمور التي وجدناها أو لاحظناها في هذا اليوم. هذا الصباح وجدنا بعض القرى يعني تعاني ما بعد الزلزال، دفنت موتاها، أخذت أو مجموعة من الجرحى في المستشفيات. أما الأهالي ما هو مصيرهم؟ وجدنا أن بعض القرى لم تتوصل بعد إلى الخيم، ما زالوا يبيتون في العراء. هناك نقص في المواد الغذائية، هناك أيضا في اللباس، في البطانيات. حاليا هناك انخفاض في درجة الحرارة، يعني كيف يمكن أن تبيت النساء والأطفال في هذه الظروف؟ هناك يعني يقال بأن هناك مساعدات قادمة، هناك من تلقوا المساعدات في هذا المكان. يوم الأمس لاحظنا أنه يعني وقفنا على تنصيب هذه الخيام، وفي لحظتها يعني استقبلت العديد من الأشخاص المتضررين من أهالي منطقة أسني. حاليا أتواجد أمام خيمة توجد بها نسوة، سأطلب منهم استئذان أدخلهم. السلام عليكم، ندخل عندكم ولا؟ طيب سندخل عندهم إلى اسمحوا لي، و يعني نطرح عليهم بعض الأسئلة. السلام عليكم، بالخير عليكم، الحمد لله على سلامتكم بعدا. طيب كما نلاحظ يا منى مجموعة من النساء بوجود الأطفال، هذه الخيمة نوعا ما دافئة. شكون يقدر يتحدث معي؟ شكون؟ أجي لالا. سنسأل هذه السيدة عن يومين التي باتت فيها، أو هذه اليوم هذه الليلة، دخلنا في الليلة الثالثة نعم بعد الفاجعة. نعم دخلنا في الليلة الثالثة منى. الحجة كيفاش دوزتوا ديك الليلة الكارثية؟ السلام عليكم ومرحبا بكم بالدوزين قناة الغد. احنا اش بغيت نقول لك، احنا جا واحد القدر نتاع الله تبارك وتعالى، ما كانش على البال. نعم. ونعسنا، تعشينا نعسنا، جا داك الشيء معاه تقريبا نقول 11 12 تقريبا بحال هكاك. سمعنا داك الشيء دردك كل شيء. العائله لا، الضحايا كانوا من الاسره ديالك؟ لا سيد ربي دار التاويل، هربنا الحمد لله. الحمد لله على كل حال، كاين الضحايا بزاف هنا في دوار ديال العرب، دوار العرب بزاف كاين الموت. مات واحد السيده من عائلتنا، من العائله ديالتنا حنايا. دابا حنا في الليله الثالثه وانتم دابا متواجدين في هاد الخيام، يعني على الاقل كاين واحد شويه ديال الدفء هنايا. الحمد لله حنا ولينا حنا يومين، وحنا كنعسوا برا يومين الاولى فاش وقع داك الديور طاحوا وكل شيء، وبتنا في الزنقه وتمحنا وتكرفصنا، ولينا دركا الحمد لله. الله ينصر لنا ملكنا، الله يحفظه. طيب في الدواء، عفوا إكرام، نريد فقط أن نفهم منك نقطة. هذه العائلات المتواجدة بهذا المكان، هل هم ممن فقدوا منازلهم في هذا الزلزال، أم ربما من تم نقلهم عبر السلطات إلى هذا المكان حفاظا على حياتهم؟ لا منى، يعني هي النقطة الأولى، من فقدوا يعني منازلهم، من تضرروا، من يعني انهارت منازلهم بالكامل، يعني وأيضا حتى من يعني بعض المنازل لا تزال قائمة لكن يمنع الدخول إليها لأنها غير مؤهلة للسكن حاليا. طبعا كما تلاحظين منى، يعني هناك مجموعة من الخيام التي نصبت يوم أمس، هناك الأطفال، النساء، الرجال، يعني هؤلاء هم من فقدوا منازلهم. هناك نقطة يا منى، يعني من خلال ملاحظتنا لهذا اليوم، من خلال أنه لقائنا بمجموعة من المواطنين، يعني هناك نقص في الخيام، هناك مساعدات قادمة، لكن هناك مسألة وقت. هؤلاء الناس محتاجين
أول حاجة إلى الدفء، إلى الخيام. هذه أول حاجة، إلى المرافق الصحية، إلى المساعدات الغذائية. نحن نتواجد هنا في هذه المنطقة، هناك جهود متواصلة من كل المتداخلين، من السلطات المحلية، من الدرك الملكي، من الأمن الوطني، من كل الجهات، من العمالة، يعني حتى العمالة يعني تسخر كل أمور اللوجستية، حتى بالنسبة للإعلام والصحافة. هناك وسائل إعلام مغربية وأجنبية توجد في هذه المنطقة، لكن المساعدات المقبلة متى ستصل؟ متى ستصل؟ لاحظنا أن مجموعة من الشاحنات طبعا أخذت هذا الطريق في اتجاه تارودانت، في اتجاه قرى أخرى يعني محتاجين أهلها إلى المساعدات، لكن هناك بحاجة إلى المزيد من المساعدات، كما قلنا، من البطانيات، من الأغطية، من المسائل الغذائية، الماء، الخبز. هناك أيضا في مادة الخبز، باعتبار بأن جميع المخابز توزع هذه الموجهة، توجه هذا الخبز إلى المتضررين. نعم. طيب إكرام، يعني هل تواصلت على الأقل السلطات المغربية من نصبت هذه الخيام على الأقل لهؤلاء الأشخاص، هل تواصلت معهم فيما يخص المرحلة التالية، أين سيتم إيواؤهم؟ يعني لأنك تعلمين أن جلالة الملك وجه بالتكفل على وجه السرعة بكل هذه العائلات التي فقدت مساكنها، وأن يتم إيواؤهم في أقرب وقت في أماكن مختلفة. فبالتالي ما الذي يعيق ربما تنفيذ كل هذه التعليمات السامية يوم أمس؟ منى، بالنسبة للتعليمات السامية تؤخذ على محمل جد وبشكل سريع. هناك مراحل، هناك أمور لوجستية هم أعلم بها، هناك مراحل في التخطيط. في الأول كان يعني بعد الحادثة أو بعد الفاجعة مباشرة كان لازم ينتشل الضحايا، سواء الجثث سواء الناجين، هذه مرحلة أولى. مرحلة ثانية إيوائهم، أخذهم إلى المستشفيات، رعايتهم طبيا، وأيضا تسخير لهم جميع الأمور اللوجستية للإيواء. إكرام، نعم. المرحلة المقبلة التي تتكلمين عنها، نعم صحيح، نعلم أن هناك بروتوكول متبع في مثل هذه الكوارث الطبيعية، وإدارة الأزمات تتكلف بذلك الموضوع، بهذا الأمر، ولكن أنا كنت أقصد هل تواصلت السلطات مع هؤلاء الأشخاص لمعرفة أين سيتم إيواؤهم مستقبلا؟ طبعا هذا راجع الى تقييم السلطات، يعني هم على علم بانهم سيعوضون من خلال منازلهم. طبعا لا يمكن الحديث الان يعني او رجوع بعض الاشخاص الى منازلهم لانها دمرت بطبيعه الحال، لكن كيف سيتم تعويضهم؟ هل سيأخذونهم الى مساكن اخرى تاهيليه في اماكن اخرى؟ هذه اسئله صراحه لغايه الان هناك بعض الاشاعات، لكن ليست هناك يعني ملامح واضحه حول هذا الموضوع. لكن ما هو ما هو المتداول؟ ان هؤلاء سيتم ايوائهم، سيتم تعويضهم يعني من خلال برامج ستقدم او يعني ستنفذ بشكل قريب. هناك لجنه تحرص او يعني تقوم بتقييم الاضرار اولا بالنسبه للمباني وحصر العائلات المتضرره في هذا الشان. نعم منى. طيب، يعني حتى اليوم جهود الإنقاذ كيف بدت بإقليم الحوز بمراكش إكرام؟ منى، جهود الإنقاذ متواصلة، وحقيقة يعني هناك يعني أشخاص لم ينامون لثلاث ليالي، يعني جهود متواصلة. عندما نقول أنها متواصلة بمعنى أنه يعني متواصلة ليلا نهارا 24 ساعة على 24 ساعة. هناك يعني الحديث الآن هو أو التركيز الآن هو إيواء هؤلاء الناس، هي هذه المرحلة الأولية، كيفية إيوائهم، حصرهم، يعني
تنظيمهم، هذه هي المرحلة الحالية التي نلاحظها اليوم. أيضا في المكان اللي احنا نتواجد فيه مقابله هناك مستشفى العسكري المتنقل، من يوم يعني من يوم امس، والمعدات، الخيم، الاطباء، التقنيين، الممرضين، كلهم يعني تقريبا متواجدين هنا. يعني قيل لنا انه تقريبا او بكره سيستأنفون العمل، هذا ما قيل لنا، ليس مؤكد، لكن ما نلاحظ انه المستشفى العسكري قائم. اعتقد انه في نهاية الترتيبات له لاستقبال المتضررين وعلاجهم في هذا المستشفى. هناك نقطة مهمة يا منى، الزلزال الحوز سبب صحيح خسائر بشرية وخسائر مادية، لكن هناك أضرار نفسية لهؤلاء المتضررين، خصوصا بالأطفال والنساء. التقيت العديد منهم خصوصا النساء والأطفال وتحدثت معهم، لكن هناك نفسيتهم يعني ما تزال حالة الخوف والهلع بالنسبة للأطفال والنساء. هناك ما رأيتهم فعلا يعني نفسيتهم اهتزت، لا زالوا يحسون بخوف. أيضا هناك عائلات كانت لديها مرضى وأطفال ونساء من ذوي وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، محتاجين إلى رعاية طبية، لكنهم بعيدين عن المستشفيات، بعيدين على المصحات. المصحات والمستشفيات الآن هي تقوم بإسعاف ومعالجة المتضررين. يعني السؤال، كيف يمكن علاج هؤلاء المتضررين نفسيا؟ طيب، هذه نقطة جميلة ذكرتها ولافتة إكرام. وأنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي اليوم المغربية، كان هناك حديث من بعض العيادات المغربية عبر أطبائها أنها ستفتح عيادتها اليوم الأحد، وأنت تعلمين أن اليوم يوم عطلة في المغرب، ستفتح العيادات من أجل استقبال الأشخاص المنكوبين من الزلازل، ربما من أجل المعالجة النفسية التي تحدثين عنها، من يعانون من تروما بسبب هذه الكارثة الطبيعية. ولكن الأجمل ربما كان لو انتقل هؤلاء الأطباء إلى هؤلاء الأشخاص لمعالجتهم في عين المكان بسبب صعوبة التنقل، ليس كذلك إكرام؟ نعم، طبيعة الحال منى، تلقي يعني بشكل مستمر أتلقى اتصالات من أصدقاء، من جمعيات، من منظمات، يعني الكل يريد أن يساعد لكن لا يعرف أين يذهب. هناك العديد من القرى هنا تضررت، يعني تقريبا 20 قرية تضررت بشكل كبير. يسألون أين هي الأضرار والخسائر الكبيرة في هذه القرى، بمعنى أنه المعلومة ناقصة بالنسبة حتى للمحسنين، حتى للجمعيات التي تريد المساعدة، فما بالك بالنسبة للأطباء. يعني لاحظت أن هناك الهلال الأحمر يقوم بالمساعدة، سمعت بأن هناك قافلة لأطباء متطوعين سوف يجلون هنا في سيكونون متواجدين غدا أو بعد غد ضمن قوافل طبية. طبعا الملاحظ يا منى أن هناك تلاحم وتضامن وتكافل يعني في جميع المجالات، سواء على المستوى الغذائي، سواء على المستوى الطبي، سواء يعني على جميع المستويات. فهناك خلية متواصلة في وزارة الداخلية تتواصل مع جميع الجهات والمؤسسات لضمان تسيير هذه الإجراءات وتقييم الأضرار إلى آخره. هناك أيضا أطباء في المستشفيات خصوصا هنا في مراكش يقومون بعملهم، عمل متواصلة، جهود متواصلة. هناك متطوعين أيضا، رجال الدرك، أيضا الأمن الوطني، رجال الوقاية المدنية كما قلنا. يعني من يوم الفاجعة هناك فعلا ناس لم يذوقوا طعم النوم، وكل هذا في سبيل يعني خدمة الوطن وخدمة شعب هذا الوطن. نعمنا. طيب إكرام، هؤلاء الأشخاص هل لديهم اليوم أمل بإيوائهم قبل حلول فصل الخريف وفصل الشتاء المقبل؟ لك تعلمين إكرام وأنت تتواجدين الآن بهذه المنطقة بإقليم الحوز، كم هي باردة هذه المناطق حيث تتساقط الثلوج ويكون فيها البرد قارس. فقط الأمطار كانت ربما
تشكل أزمة كبيرة في هذه المناطق. هناك من كان يموت، هناك فيضانات في بعض المناطق الأخرى، فما بالك اليوم حال هذه الأسر بدون مأوى؟ طبعا منى، هذا هو السؤال، ماذا بعد؟ ماذا بعد بالنسبة لهؤلاء المتضررين، بهؤلاء السكان، بهؤلاء الأهالي؟ وكما قلت نحن مقبلين على فصل الخريف وفصل الشتاء والبرد القارس. طبعا هذا كله مأخوذ بعين الاعتبار. السلطات في تسارع بتأمين وتأهيل المأوي لهؤلاء. ما قيل لنا بأنه سيتم تأهيلهم بشكل سريع، لكن المسألة ليست بسيطة منى وليست صعبة، يعني هي نوعا ما صعبة لكنها ليست مستحيلة. يعني هم في صراع مع الوقت، في صراع بتحسين ظروف المعيشية بالنسبة لهؤلاء، تحسين ظروفهم في مراكز أو مباني مؤهلة لإيوائهم. طبعا منى هذه كل الأمور يعني مأخوذة بعين الاعتبار، مأخوذة بتعليمات سامية من جلالة الملك. طبعا هناك برامج مدروسة وبروتوكول سوف يؤخذ أو سينفذ، أو يمكن القول بأنه يعني بدأ تنفيذه من يعني في هذه الفترة الماضية. نعم إكرام، طلب مني أن تتجول الكاميرا حولك، ولكن أنا أرى من خلفك ظلام دامس. هل على الأقل هناك عادة الكهرباء إلى هذه المناطق تتمكن الكاميرا من التجول حيث تقفين؟ منى، المشكلة الحقيقي أو المشكل الأول هنا هو الكهرباء، وأيضا في بعض المناطق هي ضعف في شبكة الاتصال. نعم، يوم أمس يعني وقفنا هنا في هذا المكان وكان الظلام دامس، يعني بس فقط في هذه المنطقة، لكن في الشارع العام هناك يعني أضواء الشارع. الهزة الأرضية سببت مشكل في انقطاع التيار الكهربائي، ربما أن بعض المتضررين لم يجدوا مكان لشحن هواتفهم، وبالتالي هم بعيدين يعني لم يتواصلوا مع أحبابهم وأصدقائهم وأهلهم في باقي المدن. لكن هذه المسألة هم في طور يعني إصلاح هذه الأمور الضرورية بالنسبة لهؤلاء. نعم منى، يعني أنا أتفهم الموقف إكرام، لأن أعلم كما تبعت طوال هذه الأيام أن هناك بعض الأسر التي ترفض طبعا أن يتم تصويرها حفاظا على كرامتها وحفاظا على الخصوصية. عموما شكرا جزيلا لك إكرام على كل هذه المعلومات، كنت معنا من إقليم الحوز بمراكش، شكرا لك.